نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم. إنا وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين، لعن الله الظالمين لكم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لك في السماء وفي البقيع مزار، وتواترت في فضلك الأخبار. أم البنين وتلك أعظم كنية، فبها حباك المرتضى الكرار. ربيت آسادا فكانوا أبحرا، منها يفيض الجود والإيثار. وهبوا الحسين بكربلاء نفوسهم، وعلى العدا دون الشريعة ثاروا، وتخضبوا دون الحسين بدمهم، وبكتهم الزهراء والمختار. وبكى الحسين وزينب وعليلها، إن الرزايا بالكبار كبار. ولذاك لما أن أتى الناعي إلى أرض المدينة والقلوب أوار، نادى وقد صدع القلوب نداؤه، وتمثلت برثائه أشعار. يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فأدمعي. اقرأ وياي مدرار.
الجسم منو بكربلاء مضرجون وويله، والرأس منو على القناة يدار، ولا وحدة جاية على ايدها طفل تصيح يا هالناس فرجونا فرجولة فرجولة فرجولة، عندي كلام وياه بالله يا هالناس تفرجولة وخلوه ينزل عن ذلولة يوم التقى وذولة. يلا وياي وذولة العباس بيض وجه لولة، ما قصر يا أم البنين يا أم البنين الأربعة رفعوا لك الرأس، ما قصروا يشهد الباري وتشهد الناس، ما حد وفى لحسين مثل البطل مثل البطل عباس، ما شافت العدوان آلاف تترادى بكل ما حمل بالمعركة فرت الفرسان، طبل الشريعة ودرس جوده وطلع عطشان وانذبح ضامي في طفوف الغاضرية. اسمع اسمع بعد مل عطية شي يقول من جهة اخرى، يا ام البنين الاربعة تشهد لك الناس، ويا ام البنين الاربعة تشهد لك الناس، ما صار باليوث الحرايب مثل عباس، خلى الأرض روس وجدد ومطهمة داياس، روس الأعادي وغلق الميدان صابه، صاحت أولادي وكل من بالعالم يروح، ويا ليت من عقب حسين ما تبقى لنا روح، يا بشر بالله لا ما شوف بالدنيا عوض عندي على حسين، أين المنادي معها وحسين، ولكنما الأمر والمرجع لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. حديثنا أم البنين باب من أبواب الله،
رب قائل يقول لا يوجد دليل على مشروعية التوسل بالسيدة الجليلة أم البنين. الأدلة التي بين أيدينا أدلة تحث على التوسل بالأنبياء بالمرسلين وبالمعصومين الأربعة عشر محمد وآل محمد. وأم البنين ليست من أولئك، لا هي نبي ولا هي وصي ولا هي رسول ولا هي من المعصومين الأربعة عشر. أما الأئمة عليهم السلام فعندنا روايات تدل على مشروعية بل رجحان التوسل بهذه الذوات المقدسة، كما ورد في تفسير العياشي عن سيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه عندما قال إذا نزلت بكم النازلة فافزعوا إلينا، يعني توسلوا بنا. فعندنا روايات تحث على التوسل بالمعصومين عليهم السلام، وأم البنين ليست واحدة من أولئك، فلماذا تتوسلون بها؟ هنا دليلان على مشروعية التوسل بأم البنين، بل على مشروعية التوسل بالعلماء، بل على مشروعية التوسل بكل مؤمن من المؤمنين. وبهذا سيتضح عندنا بأن قضية التوسل ليست منحصرة في الأنبياء والمرسلين وبالأئمة والمعصومين، بل دائرتها دائرة أوسع. هنا دليلان سريعان ولا أطيل عليكم. الدليل الأول دليل نقلي. أيها المؤمنون والمؤمنات، الكل يقرأ في ليلة القدر الشريفة بلغنا الله وإياكم تلك الليلة بسلامة في ديننا ودنيانا وثبات على الولاية. عندما يرفع المؤمن أو المؤمن المصحف على رأسه ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته فيه وبحق كل مؤمن مدحته فيه. المؤمن الممدوح في كتاب الله على نوعين: مؤمن ممدوح في كتاب الله بأسمائهم أو باسمه، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا مدح أم ذم؟ مدح، وقد صرح الجليل تعالى باسم الممدوح وهي مريم ابنة عمران. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وغيرها من الآيات. وعندنا مؤمن ممدوح في كتاب الله بصفات المؤمنين. القرآن تحدث عن صفات المؤمنين، لا ينكر مسلم هذا الكلام،
هذه الصفات صفات المؤمنين متى ما انطبقت على ذات إنسانية عبر عنه بأنه مؤمن، وإذا كان مؤمنا نأتي إلى قوله عليه السلام في رفع المصاحف: وأسألك بحق كل مؤمن مدحته فيه. وهؤلاء ما أكثرهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه صفات المؤمنين. انظروا في البشر، من البشر تنطبق عليهم هذه الصفات؟ إذن هم مؤمنين، وإذا كانوا مؤمنين حق لك أن تتوسل إلى الله بهم استنادا إلى قوله عليه السلام: وبحق كل مؤمن مدحته فيه. هو ليس ممدوح باسمه في كتاب الله، وإنما ممدوح في كتاب الله بأي شيء؟ بصفته وصفاته. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لم يصرح باسمها، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة مؤمنة لم يصرح الله باسمها، ولكن مدحها وجعلها مضرب مثلا لكل الذين آمنوا. فيجوز لك استنادا إلى هذا أن تتوسل بالسيدة الجليلة آسية بنت مزاحم. لماذا؟ قولوا ويا يا شباب: لأنها مؤمنة. فمن انطبقت عليه صفات المؤمن يحق لك أن تتوسل به إلى الله، وهذا ليس منحصر لا في نبي ولا في رسول ولا في وصي ولا في المعصومين الأربعة عشر، بل حتى العلماء، بل حتى الأولياء، بل حتى المؤمنين الذين انطبقت عليهم صفات المؤمنين بحق وحقيق. نعم، سادة الكل محمد وآل محمد، هذا لا نقاش فيه. هؤلاء سادة من هم دون الخالق. إذن الدليل الأول الذي يبين لنا مشروعية التوسل بأم البنين هذا الدليل: وبحق كل مؤمن مدحته فيه. فأم البنين ممدوحة بصفات المؤمنين في كتاب الله تعالى، ولذلك حق لنا أن نتوسل بها إلى الله. الدليل الثاني أستعرضهم بشكل سريع. عندنا قاعدة جميلة عند علماء الفلسفة يقول: أدل دليل على الوقوع الإمكان، عفواً، أدل دليل على الإمكان الوقوع. شنو معنى هذا الكلام؟ التفت يا مؤمن مؤمنة، الآن النار تحرق أم لا؟ واحد يقول: ما أدري. نقول له: خذ ورقة وضعها في النار، فإذا احترقت فذاك دليل على أن النار تحرق. فلو احترقت ورقة واحدة فقط يكفينا لأن يكون ذلك الإحراق دليل على أن النار تحرق. أدل دليل على أن النار تحرق أنه وقع ولو ليوم واحد ولو لمرة واحدة إحراق في النار. يلا، عشرات السنين إن لم تكن مئات السنين، وهذه حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم تشهد على ما أقول.
من توسل بأم البنين ولم يعطى؟ إن قلت واحدا أقول لك هذا يكفي كدليل على أن أم البنين إذا توسل بها أحد فإنها تعطيه. أدل دليل على إمكان قضاء الحوائج عندما نتوسل بأم البنين ماذا؟ أن الحوائج قد وقعت عندما توسل بها. وهذا الكلام ينطبق حتى على العلماء، ينطبق حتى على المؤمنين. عندنا مؤمنون أتقياء ورعون، بعضهم انتقل إلى جوار ربه، وبعضهم لا زالت الأرض محمية به، يعبر عنهم بالأوتاد، يعبر عنهم بالسياحين، يعبر عنهم بالأبدال. هؤلاء إذا توسل بهم فإن الله يقضي الحوائج. إذن قضية التوسل قضية واسعة. فإذا كان المؤمن الذي هو أقل شأناً من أم البنين تقضى الحوائج ببركته، فإذا كان العالم إذا قرأت على روحه المباركة الفاتحة تقضى الحوائج ببركته. عندنا بعض الروايات كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام: إذا كانت لك حاجة فاذهب إلى قبر أبيك واقرأ عليه الفاتحة وقل له أبتا سل الله أن يقضي حاجتي وهو إنسان قد فارقت روحه بدنا، فكيف بأناس أحياء عند ربهم يرزقون. يقول الإمام الصادق: فإن الحاجة تقضى إن شاء الله. إن تكون عندك حاجة روح إلى قبر الوالد، الله يحفظ آباء المؤمنين والمؤمنات ويرحم آباء الموتى، آباء بقية المؤمنين. وسل الله عند ذلك القبر وقل له سل الله أن يقضي حاجتي فإنها تقضى إن شاء الله، كما في رواية الإمام الصادق. فلماذا يستكثر عليها عليها السلام وهي التي أفنت روحها وعمرها وأولادها وفلذت كبدها لحبيب الزهراء أبي عبد الله الحسين؟ ينبغي أن نجازيها. نحن عندما نتوسل بأم البنين فإننا نجازيها هكذا، ونبين مقامها العالي والشامخ عند القاصي والداني والقريب والبعيد، وأن هذه امرأة وجيهة عند الله. نلفت أنظار الناس والمؤمنين إلى أننا عندنا أناس نتكئ عليهم وسائل يوصلونا إلى الله تبارك وتعالى. تستاهل كل الخير أم البنين الحنونة، أي والله حنونة. طلعوا لي وحدة في العالم مثلها، استثني من خرج بالدليل، مثلها. أربعة من أولادها يا ناس، ترى العباس يكفي يكسر ظهرها، العباس يكفي يكسر ظهرها. تقول هي أربعة أشبال أربعة والناس كلهم يحسدوني وكل الخلق يم البنين خاطبوني، كلهم وسافة فرد ساعة فارقوني وظلوا بعرصة كربلاء من غير تكفين. الله الله، اسمعه ملا عطية ايش يقول، اسمعه يقول: لا تذكروا لي هالاسم ذايب فادي، يعني لا تقولون يم البنين، ليش منين البنين وكربلاء ضمت اولادي وراعي العلم مطروح مقطوع،
الايادي وبعد شلي كسر ظهرك وزينب بلي رجال حسره على المازي من وصلت اليها قالت وحق اللي تربيت بحجرها ادري بعملت كربله جايد امرها لكن ثلاث نشدات وضحيلي خبرها وادري على شرح المصايب ما تقدري اريد نشدك فاز بالناموس عباس وخبريني جسم حسين بخيول العدندو وانتي وقفتي مكتفة بديوان الرجاس بالحبل مربوقات وياك النساوي سمعي تقلها والدمع كف الهمال طيب الاصل ما تنحصى طيب افعال خاض النهر ملهوف مهتم بزلاله جودة ملاه كتب دان مدامع العين وان كان قلتي للشهيد شلون رضاه دفنوا خوارجهم واخويا حسين خلوه الزم قلبك ها انا نخيت وعنادي لي بالخير جرى ما ينوصف غير اللي تسمعي قالت يا زينب باقي سؤال ما جاوبتي عليه واي سؤال قالت اصحيح انك ادخلت على يزيد كاني بها قد طأطأت براسها غير تجاوبين يا زينب راحت الى رباب رباب اصحيح بان زينب ادخلت الى المجالس ماكو جواب راحت الى مكان اخر ها يا رمله ماكو جواب ها يا ليلى ماكو جواب اقبلت الى زينب اصحيح ادخلت يا زينب قالت طبينا للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس يهود ونصارى وكفر ورجاس ومن شافوني مهبط الراس صاحوا يا زينب وين يعني دخلت يا زينب قالتي والحبال في يدي والسياط تتلوى على متني ومتن الأظفر أخذتها بيدها وجابتها إلى مكان هذا يا مؤمن المكان قلبك يحترق عليه وقفت على مكان وكأني بها في ليلة ظلماء وإذا بها ارتفع صوتها بالبكاء والنحيب أعذريني يا بتولة كان تلقيني عذر من بعد عباس زينب قاد ناقتها زجر والله كنت اتمنى قلبك على اولادك يستريح ما ازيد جروحك وصدرك من العصر جريح لكن شبيدي اسيرة بنتك وولدك ذبيح ما هو بيدي ينذبح ولدك وبنتك تنأسى ما جت التربة الشريفة بالبواجي والحنين يلا وياي
وصاحت الزهرة بألمها شها الخبر يا أمي والله نسيتيني مسماري وتسكيط الجني حتى لطمت عيني هانت ويض العلم انكسر قولي يا معباس والصاير بأولادي بعد ترى ما حد على قلب الأم أعز من الولد أنشدك بالله خبريني ترى قلبي مرض من ذكرت حسين وزينب قلب شطرين نشطة صاحت معباس يم حسين ما جورة ترى حسين ظل عطشان والصار يقطع من حروى ويل عقب ما عاين أولاده قبال عينه مجزرة واخوته وجملة أحبابه قبال عينه تعتف والعقيلة عقب ما كافل صابوه بعمل شافت ابن امها بشناعة منه ينرض الجسد احتارت بأيتام مدهوشة وعليل بلا جلال ويسروها للمجالس من بعد ذاك الخدر الزم قلبك بهذا البيت وسمع برض الشاب يم حسين بحسين شجرة بخيزرانة ثغره تكسر وزينب تنظر واوي واوي لو يلا استعد المصاب هالليلة القادمة وبنت بس ما لا حوات أسنان أموها مكسرة حطت الراس بحجرها وفاضت الروح بقها أين المنادي يا رقية حق باب الحوائج أم البنين أم البنين صل على محمد وآله الطاهرين واقض حوائج المحتاجين يا الله اللهم اشفي كل مريض ولا سيما مرضى وأمراض الحاضرين والسامعين ومن أوصانا بالدعاء يا الله اجعل هذا المحل عامرا بذكرك وطاعتك اللهم احرسه وأهله والمراد والمرتادين فيه والحاضرين والسامعين بعينك التي لا تنام بحق أم البنين عليها السلام على شرفها وشرف مولاتنا رقية رحم الله من قرأ الفاتحة ولشفاء المرضى وقضاء الحوائج وتعجيل الفرج وأرواح المؤمنين والمؤمنات مسبوقة بالصلوات.